عرفنا بروحك الاسم واللقب منين جيتنا؟ الموضوع التماعش من 25,000 موطن شغل وجورهم مشيت يتصرفوا فيها ما بين كيفاش؟ هاي لله هذا المؤيد. فهمنا ساعة الموضوع قبل المؤيد، شنو تحب تقول يا بابا؟ مرافق السائق واجب ملزم وإجباري ومعترف به تونسيا ودوليا. هذا جاو هما قتلوه. مرافق السائق نتاع شكون؟ السائق نتاع الشاحنات، سائق الشاحنات. عندي فيها مؤيدات وكل موجودين. شاحنات ثقيلة. مرافق السائق هذاك واجب ملزم وإجباري ومعترف به. جاو هما قتلوه. وأجورهم هما اتفقوا عليه عصابة اتفقوا عليه باش قتلوه. المرافق السائق قتلوه، والمرافقين هذوما جملة 25,000 موطن شغل قطعوا أرزاقهم باش يتمعشوا هما. تابعين نتاع الدولة نتاع نتاع لا لا نتاع الخواص، نتاع الخواص خواص وشركات الكل، شركات نقل البضائع بصفة عامة. يعطيك الصحة، فسر لنا شركات نقل البضائع، تحكي على الشاحنات الثقيلة، تقول إنه فما قانون يلزم إنه السائق يكون عنده مرافق لأنه يخدم تقريبا 24 ساعة ينجم يبقى يسوق حتى في الليل. فسر لنا اللي يشاهد فيك، فسر له هكا باش يفهم شنو المشكل بالضبط. الله يبارك، تحب المؤيد ولا بالتفسير؟ كمل لنا، فسر لنا شنو المشكل. مرافق السائق هو باش يعاون السائق في جميع الحالات. هنا علاش يتنحى؟ وعلاش يقتلوه؟ فهمني؟ وأجرته وين مشات؟ تصرفوا فيها هما. عندي المؤيدات ما يثبت وما بالدليل. شنو معناها مرافق سائق؟ يعني سوق معاه ولا فقط يرافقه؟ معاون، لا معاون، فهمت؟ لا للسائق، معاون السائق. معاون السائق. ها هو. هو المؤيد. تصنيف الوظائف. ثم مساعد سائق درجة أولى، مساعد سائق درجة ثانية، مساعد سائق درجة ثالثة. هذوم ثلاثة مرات اعتراف، هذا اعتراف بوجوده. بيه. حالة أخرى، حالة أخرى في البروتوكول نتاع المشترك نتاع الواحد معترف به في الفصل 47 من الاتفاق. ها هو الله. فصل 47 جديد. تسند منحة تنقل للسائق ومرافقه، هذا اعتراف. يجيوا لهنا في الفصل 47 مكرر ويقتلوه. يا باب الفصل اش معناه يقتلوه؟ معناه نحيوها البلاصة هذيك باش اللي يتفرجوا فينا يفهموا بالصحيح. وقت اللي تنحيلو قسمه وتقتلوا انسان يخدم وتنحيلو اجرته، ما قتلته هو ما قتلوه، اجرته وين مشات؟ اجرته مشات ما بين هذا كلام كبير يا بابا. لحظة بركة، أنا باش نسألك في بلاصة المتفرج، تقول حسب كلامك أنت أنه وجبت المؤيدات من القانون التونسي وما إلى ذلك، تقول فما شركات خاصة في البلاد عندها شاحنات ثقيلة تنقل بها البضائع نتاعها داخل تونس، فما حتى تخرج الخارج حدود أرض الوطن الشاحنات هذية. فسرنا شنو الخدمة نتاعهم بالضبط، وخدمة المساعد أو المرافق هل أنه يشوف بلغتنا أحنا يسوق مع السائق شوف ايش يعاون فيه بالضبط؟ باهي يعني. لله الشاحنة مجموعة نتاع قطاع إلى أن أصبحت شاحنة. الصانع نتاع الشاحنة عمل الكرسي للسائق، والكرسي الثاني لشكون؟ مو المرافق السائق. مرافق السائق هما نحوه. كان ما فسرت لهمش كان خير يا بابا، زد دخلتهم بعضهم انت طول المشاهدين. حدثني بالدارجه يا بابا، اسئلتك اسئله واضحين وسهلين. شنو الخدمه ذي؟ شنو معناه مرافق سائق؟ مرافق سائق هو انسان يعاون السائق في جميع الحالات.
تتنقبلوا عجلة يحل معاه العجلة ويركب معاه الباش يبيش معاه فهمني. الشوفير يجري ياسر يفيقوا يا سيد راك تجري ياسر فهمني. مرافق واجب إجباري من 5 طن فأكثر، هاو زيد نعطيك من 5 طن فأكثر. واضح إيه؟ قلت لي عندنا 25,000 مرافق كانوا قبل يخدموا في بلادنا، شكون اللي نحاهم؟ نحاتهم هم ولا نحاو من الفصل 47 مكرر، وهذاك هو باب البلاء. فصل 47 مكرر هو باب البلاء، يحمل في طياته عدة أشياء. وقتاش هذا يطلع؟ هذا في التاريخ خليه باش ما ينطلعوش عليه من بعد نوريوك. مش قاعدين نسميه واحنا ما قلنا على التاريخ، شنو باش نحكيو الغاز للناس؟ من حق تاريخ 2012 ابتداء من 2012 وهم يتمعشوا الى يومنا هذا، الى غدوه في ظرف 10 سنين برك، في ظرف 10 سنوات برك حسب العمليه اللي عملتها. الاموال المنهوبه 2250 مليون دينار. كيفاش منهوبة؟ مثلا الشهاري نتاع المرافقين هذي بقات تمشي؟ نتاع المرافقين هذوكم في عوض مش يمشوا للمرافقين، كلاوهم الجماعة. عندك دليل؟ بالطبيعة. هاي لا لا هاي الحجة. هذوما 24,790. أنت سيد مرافق؟ نعم. لا لا انا كنت نخدم في الواحد. خذيتهم من شو اسمه؟ من وزارة المالية. فهمتني؟ 24,790 قرابة 25,000. فهمتني؟ هذوما الشاحنات اللي يخلصوا التاكس روتي. هذوما اللي خلصوا. المفروض عليهم بالقانون يكون فيهم مرافق. المفروض عليهم بالقانون يكون فيهم مرافق. فهمتني؟ المرافق نحاوه. ما فماش شكون خذا اللي نحاوا هم اللي يتمعشوا منه. كيفاش يتمعشوا؟ كل حد حتى مناب كل واحد قداش التمعش نتاعو موجود حسب الفصل 47 مكرر. جاو هما قالوا هي وقت اللي اتفقوا وسيو مع ومش يطبقوا، ثم ثغره صغيره ظهرت. الثغرة هذيك قوية، إذا كان السائق ما يقبلش باش يخدم وحده، إيش نعملوا له؟ لقاو له الحل في 47 مكرر، عنده 50 دينار، لكن ال 50 دينار ماهيش ملزمة. 50 دينار مقابل العمل نتاعو بمفرده. على كل يوم، على كل شهر 50 دينار، على كل شهر 50 دينار، على كل شهر. فهمتني؟ انت السيد كيف السائق عطيته 50 دينار كل شهر، وانت كيف قضيت عليه قد شنو منابك؟ مو منابك 50 دينار كل شهر على كل شاحنه. الكلام هذا لازم دليل راهو يا باب. انت هاو اي دليلك انه الاتحاد والاتكا قاعدين يخلصوا او ياخذوا في الشهري بتاع المرافقين؟ الدليل هذا هو في الفصل 47. ها هو الفصل 47 اش يقول؟ الفصل 47 اش يقول؟ اي اي مكرر، فصل 47 مكرر. منحة العمل باش نقراه انا او باش نقراه انا؟ منحة العمل بدون مرافق يتم إسناد منحة شهرية تقدر ب 50 دينار كحد أدنى لفائدة السواق الذين يشتغلون بمفردهم وبدون مرافق طيلة شهر عمل فعلي يعني 26 يوم. أي هذا فاهمينه. شنو دليلك؟ خاطرك أنت اتهمت يعني أنهم ياخذوا في فلوس المرافقين. أنا مش نعطيك الدليل. أنا شوفير. أنا شوفير. واللي معاي مرافق أجرته 750 دينار شهريا، المرافق أجرته 750 دينار شهريا. نجي أنا نقتلو ونحيه على خاطر 50 دينار يقبلها العقل؟ ما يقبلهاش العقل. فهمتني؟ والبقية وين مشات؟ 750 وين مشاو؟ مو مشاو 50 دينار
وخمسين دينار لل هذا تحليلك انت الشخصي معنا للي صار بتبيع في التحليل لحظه برك يا باب راهو التحليل الشخصي هذايا راهو اتهام كبير برشا بفساد واختلاس وما عندكش عليه دليل يعني الكلام اللي تحكي فيه تنحي فيهم 25 الف مواطن فهمتني قطعت لهم ارزاقهم يقولوا قاع قطع ارزاق 25 الف مواطن اما ما نوجهوش الاتهامات هكاك ما غير دليل تعالهم ارزاقهم فلوسهم وين مشيت وشكون هو اللي قطع لهم ارزاقهم وبنى صفة فهمني ها هنا بيت القصيدة هو في الفصل 47 هذا اللي هو باب بلاي حلوه على ارواحهم من غير ما يشعروا من غير ما يشعروا فهمني شنو الاخر حب المطلوب هو ارجاع العمال للعمل نتاعهم والمحاسبه فهمتني ابتداء من 2012 يا بابا انت من اهل الاختصاص شنو السلبيات نتاع تنحيه المرافق نتاع السائق نعم السلبيات نتاع تنحيه المرافق ما عنده حتى سلبيه انسان يخدم على روحه خويا يصير برشا حاجات إذا كان يبدأ الشوفير وحده الشوفير وحده يصير برشا حاجات لا 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 في مصلحة مالك الشاحنة ولا في مصلحة صاحب السلعة ولا في مصلحة حتى أي شخص هاو نعطيك حل حاجة بسيطة السرقة موجودة فهمتني شوفير وحده يعبي له عارفه بلان مازوت يخرج 20 كيلومتر يبيع 40 لتر مازوت يصرف ولا لا موجود نعم كيفاش يجبدهم كي يطلع باش شيطان مول الشاحنه كيف يبدا هو الشيطان فهمتني انا نجبد له المازوت نتاعو عيني تشوف انا مارس 30 سنه في شركه نقل البضائع المرحومه شركه نقل البضائع اللي حرقوها اللي حرقها فلان نقول لك عليه تحب نقول لك عليه نقول لك عليه شكون اللي حرقها هو فهمت اللي توه في فرنسا هارب. يترشح للرئاسة سهلة هو. سهلة باش ترشح للرئاسة. يا سيد الرئيس، يا سيد رئيس الحكومة، يا سيد رئيس الجمهورية. الموضوع فيه 2250 مليون دينار. ماهوش 200 مليون دينار نتاع هنشير الشعائر. ماهوش ماهمش 200 مليون تاع شعال هذوما 2000 مليارات 2000 مليار المطلوب ارجاع العمال واتعابي نطلب اتعابي من على خاطر هي اللي تمول في الكل مقابل 1% فقط